عن ردود الفعل في الصحافة الغربية وعن أيضا ردود الفعل في الإدارة الأمريكية وتصريحات بايدن منذ دقائق. أرحب بضيفي عبر سكايب من واشنطن عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي. عبد الرحمن أهلا بك. أهلا بك دكتور أسامة وأهلا بالسادة المشاهدين. أبدأ معك من تصريحات بايدن في الدقائق القليلة الماضية. مقتل نصر الله هو تجسيد أو انتصار للعدالة لأنه قتل آلاف المدنيين من الأمريكيين والإسرائيليين واللبنانيين أيضا. تعليقك. نعم يعني هذا رد فعل متوقع في الرؤية العالمية والرؤية الدولية. حزب الله ليس له نفس الرؤية الموجودة لدى حماس. حماس حتى لو بشكل غير علني فلها ما بين قوسين أصدقاء غير مباشرين يتعاملون معها بوصفها حركة تحرر وطني، نظرا لأنها لم تستهدف مصالح أي دولة أجنبية داخل أو خارج فلسطين التاريخية، لم تستهدف أي مصالح إسرائيلية خارج فلسطين التاريخية، وبالتالي عبر الأدوات العملية دعك من البروباغندا الأمريكية والإسرائيلية أثبتت أنها تتصرف وفق حركات التحرر الوطني الأخرى بغض النظر عن أيديولوجياتها أو مرجعياتها، لأن هذا شأن فلسطيني داخلي لكن ليس له تأثير على فكرة مسألة محاولة التحرر أو الوصول إلى قرارات تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشكل عملي المتعلقة ب 4 يونيو 67 وما إلى ذلك. وبالتالي يعني من السهل جدا أن يكون هناك نوع من أنواع الحديث عن إحضار حزب الله إلى العدالة، ودي جملة مشهورة أمريكيا يعني bring him or her to the justice، يعني تحضره إلى العدالة أي تحاسبه على ما فعل. في ردود الفعل كان هناك نوع من أنواع الناريتيف أو السردية الموجودة في كثير من القنوات الأمريكية تحاول أن يعني تمأسس هذه اللحظة كلحظة مشابهة ل 2 مايو 2011 التي أعلن فيها من قبل الجانب الأمريكي قتل أسامة بن لادن في باكستان، وبالتالي هناك محاولة لتشبيه هذا الأمر بهذا الأمر وصفهما ما بين قوسين حركات إرهابية، وركز بشكل كبير على هذا الأمر في مقابلة مع فوكس نيوز داني دانون الذي هو سفير إسرائيل في الأمم المتحدة. وبطبيعة الحال النقطة الثانية في السردية الخاصة بالقنوات الأمريكية هي التي جاءت على لسان بعض المحللين أو بعض الضيوف الذين استقبلوهم من إسرائيل. عبد الرحمن عفوا على المقاطعة، أكسيوس الآن تنقل عن مسؤولين أمريكيين إدارة بايدن تدعم مقتل نصر الله لكنها تشعر بالإحباط إزاء افتقار إسرائيل للشفافية. يعني هل هناك رأي عام سائد في الصحافة الأمريكية أن إسرائيل لم تخبر الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل؟ نعم هناك تركيز على هذا الأمر، خاصة أن هذا ليس قادما من البيت الأبيض فقط، هذا أيضا قادما من البنتاغون. يعني هناك في الصحافة الأمريكية أخبار متداولة عن أن لويد أوستن وزير الدفاع قد تحدث بنبرة غاضبة أو بنبرة غير يعني مرتاحة إلى نظيره الإسرائيلي حول فكرة اتخاذ هكذا قرار دون التنسيق الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كنت أشك أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن تعلم تماما بنوايا إسرائيل، ربما التوقيت أو طريقة التنفيذ، لكن على مستوى فكرة التنسيق الكامل نعم ربما إسرائيل تصرفت بمفردها وهذا دأبها يعني منذ 7 أكتوبر الماضي، لأنها تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية أنها مضمونة في كل الحالات، خاصة أننا في زمن أو في يعني في عام البطل عرجاء الفترة النهائية للرئيس، وهناك أقل من ما هناك ما يقرب من 38 يوم على الانتخابات الأمريكية، ولذلك مثلا خبر اغتيال حسن نصر الله نعم تصدر العناوين لكنه لم يأخذ ساعات إخبارية كاملة، لأن كان هناك أمور كبيرة وهامة بالنسبة للرجل الشارع الأمريكي متعلقة بالانتخابات يجب أن يفرض لها مساحة، وبالتالي احتلت العناوين والصدارة في الساعات الإخبارية الأولى وكان هناك ضيوف وتحليل، لكن لا يوجد مثلا ساعة إخبارية كاملة فقط تركز على حسن نصر الله، ليس بسبب طبيعة المواطن الأمريكي الذي لا يركز على الشؤون الخارجية كثيرا، ولكن لأن مسألة اغتيال حسن نصر الله تأتي في سياق الانتخابات أهم حتى عند رجل السياسة الأمريكي، وبالتالي حالة عدم الرضا أو حالة لا أريد أن أقول الغضب لأن هذا سيكون تعبير مبالغ فيه طبقا لقوة العلاقة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية خاصة على المستوى العسكري والاستخباراتي، لكن كان هناك نوع من أنواع عدم الرضا. وبالمناسبة حتى في الإعلام الأمريكي داخل CNN أو يعني القنوات التقدمية أو التابعة للديمقراطيون دائما ما يكون هناك تركيز على بعض التركيز أحيانا على أخطاء إسرائيل
إسرائيل بطبيعة الحال دون تحميلها مسؤولية، لكنها تركز على أخطاء كثيرة لها لأنها بالفعل تشعر بنوع من أنواع الغضب بأن إسرائيل تتعامل بفوقية. ورد على هذا دانون اليوم في لقاء على فوكس نيوز قائلا نفس السردية لبعض الكبار السياسيين الأمريكيين، وأن هي أن إسرائيل دولة ذات سيادة ولا يجب أن تأخذ الإذن من أحد، لكن نحن نعرف في الكواليس أن هذا كلام فارغ، لأن الراعي الرسمي والأول والرئيسي والذي تستمد إسرائيل منه بصفة عامة 69% من حجم الإسلاحات الواردة و29% من ألمانيا أو 60-29% من ألمانيا هي الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هناك حالة من الغضب موجودة عند بعض القطاعات خاصة الديمقراطية في انفراد إسرائيل باتخاذ القرارات الكبرى في الشرق الأوسط، على الرغم من أن هذا قد ينعكس مستقبلا على الولايات المتحدة الأمريكية في دفع بعض الأثمان، إما بالتمويل الذي يرهق الميزانية الأمريكية، لأنه كلما طالت الحرب كلما زادت الأعباء والتكلفة على دفع الضرائب الأمريكي، وهذه نقطة الآن موجودة لدى الشارع الأمريكي بغض النظر عن فلسطين، يعني ربما حتى لا يكون متعاطفا مع فلسطين لكنه ليس مؤيدا لإسرائيل، وأنظر للمسألة من زاوية ارتفاع الدين العام والتضخم وما إلى ذلك. وبالتالي الديمقراطيون لا يرغبون في إطالة أمد الحرب نظرا للتكلفة الباهظة، فضلا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن نسبة الشعور بالعداء، لذلك رأينا تكليف من لويد أوستن وبايدن للقوى الأمنية حول العالم بتأمين السفارات، لأنهم يعلمون حجم حالة الغضب المتصاعدة ليس فقط ضد إسرائيل ولكن ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يتسبب في طريقة إدارة إسرائيل للمسألة حتى لو كان هناك اتفاق على الأخبار أو آسف على الأهداف العامة. لكن كما أشرت حزب الله مصنف منذ زمن طويل جدا أنه جماعة إرهابية، وكثير من قياداته حتى عدد القيادات التي موضوعة على قائمة الإرهاب أكبر ربما من عدد القيادات الموضوعة على قائمة الإرهاب من حماس. طيب عبد الرحمن، يعني حصل امبارح حوار أو إعادة تغريد لتويتا بالفيديو نشرها صحفي اسمه شيمس مالك فزالي، واضح أنه مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، البايلاين بتاع أنه بيكتب في ذا نيشن وبعض الصحف الأخرى، ونشر الفيديو بتاع استهداف المربع الأمني أو المقر الرئيسي لحزب الله، الدمار اللي موجود، الأبراج اللي على الأرض، وكتب لو أنت مواطن أمريكي أعتقد أنك محتاج تفكر كويس معنى الصور دي إيه أو بتفكرك بإيه. فأعاد مهدي حسن الإعلامي البريطاني الأمريكي التويتة وكتب له ده تذكير لنا كلنا باللي أسامة بن لادن نفسه قاله، ونقل على لسان بن لادن أنه أنا بشوف الأبراج المدمرة في لبنان، قلت أنه لازم الظلم ده يتم عقابه أو يتم عقاب من قام به، وفكر أسامة بن لادن بأنه لازم يدمر أبراج في الولايات المتحدة الأمريكية عشان يدوق الأمريكان نفس اللي الأطفال والنساء في لبنان دقوا. هل الفكرة دي موجودة عند القارئ الأمريكي دلوقتي أو المواطن الأمريكي ولا لأ؟ موجودة عند الأجيال الصغيرة. لاحظ أن هناك شيء اسمه غرور القوة، يعني المواطن الأمريكي هو مولع بفكرة القوة، يعني فكرة القوة والثروة والسلطة هي حاضرة في مخيال الأمريكيين بحكم طبيعة النظام. ولذلك حتى عندما تطرح الأسئلة عن ماذا بعد أو ألا تخشون، دائما يتم الإحالة على أنه لا مجرد حفنة من الإرهابيين، وأن الغالبية لا يرغبون أن يلقوا نفس المصير أو أنهم يرغبون في السلام وما إلى ذلك. لكن على مستوى الأجيال الصغيرة هي مؤمنة بفكرة الكارما التي هي لدينا في المفهوم العربي أو حتى المفهوم الديني كما تدين تدان، أو يعني العين بالعين والسن بالسن. وبالتالي فكرة الكارما موجودة لأنها ترتبط بفكرة العدالة، والأجيال الجديدة باحثة أكثر عن العدالة أكثر من الأجيال القديمة المرتبطة بالمصالح، أو التي تسمى أجيال الكيبل التي يعني كانت تشاهد قنوات الكيبل التي كان يسيطر عليها من الشركات الكبرى التي هي مرتبطة بمصالح مع الاستابليشمنت، وبالتالي تم غسيل أدمغتهم في حين أنهم كانوا يظنون أنهم يشاهدون إعلاما حرا 100%. وبالطبع لا يوجد إعلام حر 100%، هناك إعلام موضوعي لا يكذب لكن لا يتلاعب لكن دون الكذب، وهناك إعلام رخيص. لكن في نهاية الأمر هذه الأجيال التي يسمونها كورد جنريشن أو أجيال الكيبل مختلفة تماما عن أجيال كوردليست جنريشن اللي هي أجيال ليست تابعة للكيبل، لأنها تستخدم المنصات المفتوحة والحرة والتي فيها منصة مهدي حسن. يعني مهدي حسن بعدما فصل
من ام اس ان بي اس، الشبكه الكبيره والتي هي تعد ربما ثاني اقوى شبكه ديمقراطيه من السي ان ان واكثر تقدميه منها، حينما فصل فورا بدا مشروع له اعلامي انضم والتف حوله شباب كثر، وحضرتك نفسك اشرت الى كتب كثيره له في مساله المناظرات والجدل وقوته وحجته، وبالتالي هذا يلقى صدى ويلقى استجابه نظرا لانه يقوم على الحجه والمنطق والمعلومات ولا يقوم على البروباغندا رخيصة فقط أو حتى البروبوغاندا غير الرخيصة لكنها في نهاية الأمر بروبوغاندا من نوع ما. وبالتالي يعني بالإشارة إلى هذا الصحفي من دانيشن، ودانيشن هي مجلة يمينية مؤيدة للأفكار اليمينية الصهيونية والإسرائيلية وما إلى ذلك، حينما تنشر هذا فإنها تنشره في أو هذا الصحفي في إطار التحذير، لكن هو التحذير الذي أرسل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن كل من يفكر أن يهاجم إسرائيل أو يتعدى عليها أو ما إلى ذلك سيلقى هذا المصير، بمعنى باللغة العامية أن أصبحت العصا الغليظة مرفوعة والتهديد بالضرب حاضر في كل حين، وأن من سيفتح فاه سيلقى مصيره، بلغة تهديدية واضحة يعني حتى لو قلت ببعض العبارات التخفيفية دبلوماسيا. وبالتالي نحن أمام الآن يعني صورة واضحة جدا، طرف يهدد بشكل كبير وطرف آخر يحذر، لأنه ليس بالضرورة أن يفعل بنفسه، لكن هناك أجيال جديدة لم تعد خاضعة لهذه السيطرة، ربما ليس لديها أدوات القوة الكافية. وأنا أتذكر ذلك المحامي الفرنسي الذي هو كان متهما في قضية إبستين والذي حضرت ناقشت دوره قبل ذلك على الشاشة، والذي كان متهما باستخدام الأطفال في استخدامات جنسية. هذا الرجل له لقاء لا أتذكر اسمه جيدا، ألان سامثينج يعني ألان شيء يعني ألان يعني أتمنى هو لقبه صعب شوية فأنا مش عايز أقوله غلط، لكن هو ألان يعني حاجة كده صحيح، لكن حضرتك هذا الرجل كان له لقاء هام جدا لأنه قال الفكرة الجوهرية وقت المناظرات الجامعات، قال نحن لدينا الموارد، نحن لدينا يعني سنطاردهم، أو معنى بالبلد سنطلع عينيهم يعني بالموارد الموجودة لدينا، وبالتالي هم يستهدفون الأشخاص بقضايا يعني مزيفة وما إلى ذلك فقط ليرهقك ويضعك تحت ضغط دائم وتحت مساءلة، يستخدم مواردك ليخيفك. هذا بالطبع يحتاج إلى وقت من الشباب والأجيال الجديدة حتى يكون لديها الموارد أو القوة أو التحالفات التي تواجه هذه الأمور. يعني نحن رأينا هنا في واشنطن قضية الباحث أسامة أبو رشيد وهو مدير تنفيذي لمنظمتين معنيتان بالعدالة لفلسطين وما إلى ذلك وصوت فلسطين وما إلى ذلك، وكان له مؤتمر صحفي مع منظمة كير، محامي اسمه ألان ديرشوفيتز. نعم هو اسمه غريب هذا المحامي، لكن هو مهم لأنه كما حضرتك أشرت في الخريطة وأرجو أن يتم إعادتها في إطار رسم الصورة الأكبر، كيف أن إبستين له علاقة غير مباشرة في القرابة مع أنتوني بلينكين مع هذا الرجل الفرنسي، يعني منظومة استخباراتية موسادية تستخدم الجنس في إخضاع السياسيين وما إلى ذلك. نعم شيء يعني يمتلئ بالفساد والفساد والاستهداف القائم على الترهيب وما إلى ذلك، هذه هي من تقود ولديها نفوذ ولديها أوراق ضغط، وبالتالي الأجيال الجديدة تحتاج وقت لبناء هذه القوة كما أشرت، يعني في حالة السيد الدكتور أسامة أبو رشيد هناك قضايا متعددة وهناك إيقافات في المطارات ووضع على أشياء يعني اتهامات فارغة أنه مساهم في 7 أكتوبر، يعني أمور مضحكة لكن الغرض منها هو وضعك تحت الإرهاق، يعني أو كما جاء في كثير من الأفلام التي سجلت كيف يتعامل السياسيين الفاسدون بإرهاق الخصوم باتهامات أو قضايا. طيب أو ما بالحديث عن الخصوم عبد الرحمن، وهذا سؤالي الأخير، الإدارة الأمريكية وفقا لمتابعتك لتصريحاتها في 24 ساعة الماضية تتوقع رد إيراني أعنف، تتوقع حرب إقليمية شاملة أم رد إيراني في الإطار المحدد له؟ يعني أنا ظني الشخصي أنه من الخطأ تحليل سلوك الدول مقارنة بسلوك الجماعات أو المجموعات ما دون الدولة. إيران تتعامل كدولة، وفكرة الدولة الحديثة الدولة القومية الحديثة مهما ادعت لنفسها من مرجعية أو نظام سياسي مختلف يعمل داخلا جمهوري إسلامي إمامي
ما إلى ذلك. في نهاية الأمر هي تعمل وفق منظومة دولية لها أطر تحبها أو لا تحبها، لكنها ما زالت قائمة. هناك دول كالبريكس أو دول غيرها تحاول أن تفتت قواها عبر تثبيت الدولار أو تغيير في هياكل وبنى المؤسسات الدولية، يعني هذا أمر محاولات قائمة، لكن ما زال هذا هو النظام الذي يعمل. وإيران تفهم ذلك وتعمل في داخله وتعمل خلاله، وبالتالي دولة كإيران لأنها دولة كبيرة وفيها ملايين المواطنين لا يمكن أن تقوم بمغامرات من أجل مجموعة من دون الدولة حتى لو كانت هي راعية لها. ورأينا في التاريخ القريب والبعيد أن كثير من الدول ضحت أو تغاضت أو غضت الطرف عن مجموعات كانت تابعة لها أو استخدمتها، وبالتالي رد إيران سيكون في إطار الأطر المسموح بها. ومسألة عدم الرد على اغتيال هنية رغم كل التصريحات والجعجعة التي جرت ليس عنا ببعيد، وبالتالي إيران لن تصاعد، بالعكس سيكون هناك نوع من أنواع التصريحات الاحتوائية التي تحاول أن تنفس عن حالة الغضب لدى الناس، لكن دون أن تتخذ خطوات جادة لاستعادة مسألة الردع. ويبدو أن إسرائيل ستكمل في طريقها حتى يقف في أمامها من يكون شجاعا بشكل كافي. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي، كنت ضيفي عبر سكايب.